مرحبا، حلقة جديدة مترفية عليكم لليوم، واليوم ضيفنا الشاعر متاني سناعسي اللي صار صديق البرنامج واللي صارت الناس من وقت للتاني بتتصل فينا تطالب بحلقة معك. أهلا وسهلا فيك. أهلا. لأنه الناس بتحب تسمع شعر، بتحب تسمع نثر، بتحب تسمع أشياء مش كل يوم يمكن التلفزيون بنقلها إياها، مشان هيك عطول الحلقات الثقافية اللي من بتكون ضمن برنامجنا عن جد مطالب فيها كتير، إن كان مع حضرتك أو مع الأساتذة والدكاترة اللي بيمرقوا معنا خلال السنة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. كيف هالصيفية؟ منيحة الحمد لله. الحمد لله. والحلو انه مثل ما عم تتفضلي وتقولي انه الناس تاري بدها ثقافة، مش مثل ما سائد مثل ما سائد ومثل ما نحن مفكرين انه العالم ما بدها، لا عالم بحبوا يسمعوا اشياء يعني بتعبر الراس كما نقول 100%، وبتكون كمان فايتة على ذهنهم وباقية جوا، مش لأنه أوقات بنسمع كتير حكي بفوت من مال بيطلع من مال. صح. في أشياء بتعلق بالراس، يمكن خواطر، يمكن جملة، يمكن تعبير معين، إن كان مع حضرتك أو مع باقي الشعراء اللي بيكونوا ضيوفنا بيعلق براسهم، مشان هيك بينبسطوا بالحلقات اللي بنكون عم نقدمها. تمام. قبل ما نبلش حلقتنا معك خلينا نوجه تحية للجيش اللبناني. تمام. يلي رغم كل شيء بعده واقف على أجري، رغم كل التدخلات وكل المزايدات عليه بعده واقف. تحية لشهداء الجيش اللي ساقطوا، ومنقول نيال السما فيكم لأنه الأرض ما بتستهلكم، أنتوا أكبر بكتير من أنكم تكونوا عايشين معنا وأنكم تكونوا حاضرين هون بيناتنا، لأنه فعلا ما بتستاهلوا تعيشوا هون، السما بتلاقي فيكم أكتر. حلو. رح ننتقل لإلك ونرجع نستضيفك عن جديد ونرحب فيك ونحكي أنه هلأ ريسنتلي عم تكتب بالأنوار خواطر وعم تكتب هيك نثر، كمان الناس بتطالب بعد الجريدة حلوة وبعد إلى قراءة وبعد إلى ناسة، خبرنا شو اللي أخذك على الأنوار؟ والله إلى اللي عم بنشر بالأنوار شي 3 سنوات تقريبا. بدأت الأمور، أنا كنت أنشر قبل بس بعدين توقفت، ففي أحد الأيام كنت بالجامعة دكتورة ناتالي الخوري غريب قالت لي ليش ما بتبعت شوي كم نص على النشر. فمن يوم ترجعت كمان صرت ابعت يعني اخذت بكلامه وصرت ابعت للجريده، ومن هون بدي كمان وجه تحيه وشكر واكبار لمسؤول الصفحه الثقافيه استاذ جورج طرابلسي، ولا جريده الانوار بحد ذاتها اللي بعدها محافظه على هالصفحه الثقافيه. لكن مش هيني هاي الايام مع ما وصلنا اليه ان تحافظ جريده على الصفحه الثقافيه. للاسف انه نقول هيك المفروض تكون هي تحصيل حاصل بكل جريده وتكون اولويه عند الجريده، بس للاسف الجرايد اجمالا ما بقى فيها صفحات ثقافيه، ما بقى في جرايد وما بقى في جرايد نحن بعد في كم جريده. شفت كيف بقى هيك؟ وكمان بنشكرهم للانوار على انه يضل في على القليله منوره جزء من الثقافه بهالصفحه الثقافيه. حلو حلو. كل يوم تكتب شيء؟ كل يوم تبعت لهم يعني نثر او خواطر؟ لا هو اسبوعيا تقريبا، يعني صارت هي رتبت حالها الامور هيك يعني من موجودات اللي عندي، او اذا عندي شيء بدي اعبر عنه مثلا جديد بكتبه وببعث لهم اياه. واجمالا بتعرفي عندي الحمد لله يعني مجموعه كبيره من النثر والشعر وهيك، فببعث لهم منه بدل يتمرق اشياء منه. نعم. مش من زمان اخذت شهاده الماجستير وتخرجت بتموز، تحديدا 19 تموز، وكان بالتخرج ليليان بنوجه لها تحيه زوجتك وابنك سيزار. قد ايه حلو انه البي وقت يكون عم بيتخرج يكون مرته واولاده وابنه حده، يعني عاده بيكون العكس، بيكون الصبي او البنت عم تخرج واهل حدهم. طبعا. شو كيف الشعور؟ خبرنا. شعور حلو مميز غريب لانه طبعا بصير على طول يعني. طبعا ايه لا ما بصير على طول. وسيزار كان بكندا، ثاقب اجا هو، يعني مش ثاقب يعني جاي هو على الصيف، بقى انا حظي حلو انه ناقشت هو وهون. يعني كان قبل ما يسافر بشي 12 يوم يعني. نعم. بقى كان حظي منيح انه كان هون وحضر المناقشه. لا حلو حلو، هو كان مبسوط كمان، انا حسيته كان مبسوط فيي. بتعرفي سيزار عنده ماجستير بالموسيقى. انا مثلا ما حضرت المناقشه تبعيته.
هو حدا المدرج تبعك رد لك اياها يعني. من وجهه تحيه لسيزار هلا هون عم سافر بلش جامعته هونيك يعطي الف عافيه. وبعدك كمان مع الانوار اكيد عم تكتب اشياء هلا بعدك عم تخبيهم بالجرور يعني مش كل يوم عم يطلعوا. ايه طبيعي هيك انا مثلا خصوصا الخواطر خواطر تطلع خاطرة يعني حكين أكثر من مرة أنا وياكي بسجل الخاطرة عندي وبتركها على جنب لحتى يتجمعوا شيئا فشيئا. ايه. عم تحضر لك كتاب جديد هلا؟ ايه عندي إن الله راد يعني هلا ما بدي أقول للناس وبعدين يتغير شيء بس لحقلهم شو عم فكر إنه طلع إن الله راد بالمعرض المقبل بأدار طلع إن الله راد كتاب أخاصيص. بلشت فيهم؟ موجود موجود جاهز جاهز بس انه يعني انا ما بدي اقول هلا ونحن على بعد اشهر وقوم تغير شيء معي بس بالمبدا هذا اللي عم فكر شو اللي بينطر الشاعر او الكاتب يصدر كتاب شو بده ينطر؟ بينطر انه اللي قبله ياخذ راحته وياخذ يمكن صدى بالمجتمع اللي هو فيه ولا لا؟ بلا هو هلا اكيد بيفسح في المجال لحتى الكتاب السابق ياخذ حقه. بس اليوم بقول لك شغله بصراحه مش ما بعتقد عم بحكي بشيء خاص عم بحكي يمكن غالبيه اللي عم بيكتبوا عم بيعانوا الموضوع هذا انه نحن وقت بدنا نقول ياخذ حقه شو ياخذ حقه بياخذ حقه بهالهمروجه اللي بتصير وقت التوقيع وشوي بالمكتبات اذا واحد كان نطفي صار ما يعني بيقروا له الناس بقيت ما تبقى انه تاخذ حده بالمعنى المفهوم اللي بنعرفه للكلمه مثلا مثل اصدارات الخارج لا يعني وقت الواحد بيديك ساعتها بيروح الكتاب سنة سنتين وهو بعده عم يتفاعل وعم بيتوزع وعم ينباع. نحن هون انا اللي بقول لك اللي بيأثر علي انه هلا انا بلاش عم بقول يمكن وما يمكن بلكي وقت ما يسمح لي لانه بين مسؤوليات التعليم عرفتي وهيك يعني والظروف العائليه والصحه اذا الله دخيله سمح يعني بكل هالمواضيع هيك تكون ميسره رح طلع الكتاب. حلو. مجموعه اخصيص شو؟ بالفحوى تبع منوعه بس مهضومين يعني اذا هذا الكتاب اللي يعني شو رح يكون يختلف عن السابق؟ عندي توجو بتتذكري توجو قصص بتحسيها قرويه عرفتي كيف يعني هن النفس القروي لا هيدول لا هودي قصص حتى اقصر يعني اقصوصة مش اقصوصة كتير مكثفين في معظمهم مش كلهم ولح يكونوا فيهم ظرافة اذا انا لانه عندي كتابين حقيقة عندي كتابين اقاصيص واحد بيكون واحد فيه ظرافة وواحد كتير فيه جدية فانا عم فكر انا السنة الجاي طلع هذا الكتاب الظريف تنغير شوي صحيح. بالإضافة إلى هالأشياء اللي عندك إياها قبل والكتب أكيد عندك حرف زائد يلي هلأ رجعت عملت له أي نعم حرف زائد رجعت عدت طباعته وبعد ما نقحته وإخراجه صار إخراجه من حيث الشكل يعني صار على هالشكل هيدي إيه وقتها استقبلتيني مرة الماضي من أجل كتاب مات أبي مرتين صح كان هيدا طالع طلعوا مع بعضهم أنا طلعوا يعني بس ما حبيت خفف من رهجة مات أبي مرتين هيدا حرف زائد أنا الرواية هيدي بتعرف قديش بحبها إيه إذا فينا عشان نذكر هيك فيها على السريع المشاهدين هيدي بتحكي قصة حب بين شاب وبنت كانوا بالجامعة بعدين بيتجوزوا وقبل ما تجيب أولاد مرته بيصير حادث معه هو وبينشل وبتصير تتفاعل الامور بتصير تتفاعل القصة قد ايه برايك المشاهد يعني بيتجاوب مع القصة او يعني مع شو بيتجاوب اكثر مع القصة ولا مع النثر والشعر ولا حسب كل واحد له ناسه ليك عالم اليوم اليوم اذا بدك تاخذي معدلات بتلاقي انه الرواية مطلوبة أكثر. إيه؟ ليه؟ لأنه بتخلنا على غير عالم يمكن أو بتنسينا مثلاً أو بنسرح فيه أكثر من النثر. في كتير عوامل رنا. يعني مرسي على هذا السؤال. في كتير عوامل لأنه أول شيء إذا عم تقري مثلاً تتخذي بالموضوع لأنه الإنسان كمان
بده يحس انه مثلا بقدم لك موضوع اجتماعي وبتدفعي معنى اكيد ومعنيه فيه. هلا فيها تكون بالقصيده كمان وفيها تكون بالقصوصه مش انه، ولكن بالروايه الروايه بتاخذك الى عالم اخر بتعيشيها كيف بنقول بتعيشيها. فانت عم تقرا الروايه على على فتره بتعيشي هذا الجو تبع الروايه وبتنغمسي فيها. اي نعم. والروايه اذا كان الروايه ابضاي وال البنية الفنية للرواية كما يجب بتلقط القارئ بطريقة أفضل من أن يكون عم تحضري سينما بكتير تعرفي، لأنه الشخصيات تكون أنت مصورتين على ذوقك، التعابير تستعمل كمان بحتى اللي بتمرق بقلب الرواية ما فيك تستعمليها بنفس الطريقة بالإنتاج السينمائي. صحيح 100%. بدي أسألك سؤال، شو زادت شهادة الماجستير على طانوس ناسي؟ لأنه عادة إذا حدا بيكتب وعنده شعر وعنده كتب وعنده أقاصيص بكتب بيعلم، إنه شو بده بعد شهادة الماجستير مثلا؟ حلو السؤال كتير. أنا شخصيا تبسأليني شو زادت لي، أنا ما بعرف ما بعرف، بس اللي بعرفه انه كان لازم يكون يعني عم تمم المحيط تبعي يكون بيشبهني، يعني الدرس التدريس الكتابة كل هيدي الاجواء بتتكامل مع بعضها. ف بتقولي لي ليش عم تعمل هيك، بقول لك كمان انا بما اني كاتب والماجستير تحتاج انه بدك تكتبي كتاب بالنهاية، هو كتاب دراسي، فليش ما بده يكون دراسي فيها شهادة وتنضم كمان لكتبي وبين يعني جزء الناقد فيي. انتبهت جزء الناقد فيي، لأنه أنا إجمالا كتبي بتعرفي إنه كتب فيها أقاصيص فيها شعر فيها رواية فيها يعني هي بحد ذاتها هي كتب أدبية بمعنى قصصية بمعنى شعرية. فوقت اللي بكون أنا عم بقدم كتاب نقدي يضاف إلى مجموعة الكتب الموجودة عندي، فليش لا؟ بس تقولي لي إنه شو ضافت، صدقيني ما بعرف. وبعدين ما تنسي كمان إنه في محيطه للإنسان بيساعد أو ما بيساعد. بس أنا الحمد لله بالجامعة كنت محظوظ إنه الأساتذة كلهم بيدفعوني قدما، يعني مقدرين تجربتي وعم يدفعوني قدما الى انه كمل، وما زالوا هلا يعني انه بدك يلا على الدكتوراه. عرفتي كيف هن بيحفزوني؟ مثلا بدي وجه شكر للدكتورة المشرفة على دراستي دكتورة مها الخوري نصار. مثلا دكتورة مها الخوري احنا كمان نوجه لها تحية، كان ضيفتنا من شي سنة تقريبا، أصلاً لازم نرجع نحكيها بتكون ضيفتنا. ايه يعني دكتورة مها مثلا أثرت كتير على مسار الأمور كمشرفة على عملي. كيف؟ إنه ما كانت تتلكأ أبدا في قراءة مثلا محل ما وصلنا، في إبداء الملاحظات، عرفتي؟ في أحيانا مثلا دكتور بقول طيب شهر بس خلاص نقريك، أو إنه بصير يعني بتحس حالك منك على تواصل معه. يعني كانت حرام دكتورة مها هي أسرع مني وهي اللي تطلب مني انه يلا وخلص وبرافو وهون منيح وهون عمل هالشغلة وهيك. فشوفي قديش كمان اثرت بمسار نعم. وكمان بده يكون شخص يتقبل، لانه اليوم حدا بمركزك وبعمرك اذا فينا نقول استاذ، يعني ما فيك تتقبل يمكن نقد حيال لحدا، وما فيك تتقبل يمكن غير ناس يمكن ما بيتقبلوا بيقولوا هيدا رأيي وانا هيك بدي امشي فيه. لكن انا وقت لانه يمكن اخذت خيار انك تفوت كافي ماجستير، عرفت انه اليوم رح يكون في عندك دكتور بدك تسمع كلمته طبعاً. فينا نقول تحسن مثل ما هو بيطلب منك كمان، لانه انت رح ترجع تلاقيه وانت هيك بتقول له لتلاميذك. طبعا هلا من هالمنطلق كمان خياري انا كان بدكتوره مها، لانه انا بدي اختار المشرف، ما هي خياري بدكتوره مها الخوري نصار
لانه عندها الكفاءه العاليه بتصير ساعتها قد ما هي عندها الكفاءه صح. بتصير انت تطلب منها بتصير عم تستمعي لملاحظاتها وتاخذي فيهم بدون ما تحسي حالك انه انت محرجه او عرفتي كمان يعني معدل الاستاذ معدل الكفاءه عند الاستاذ شغله كثير مهمه تتحطي حالك انت خلص تقولي له اذا قال لك هيك معناتها هيك صح. قال لك هيك معناتها هيك صح. ايه بقى صح. انا بشكرها وبشكر لفيف كبير من الدكاتره بالجامعه للحقيقه يعني مثل ما كمان وجه تحيه خاصه عند دكتور مها وان شاء الله تكون ضيفتنا قريبا الله رد يعطيك الف عافيه متعرف. الله يعافيك بكره الله رد حلقه جديده بشكر كل يلي تابعونا لليوم فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام يلي عم تقطع على الشاشة تتكونوا ضيوفنا ببي ماي جيست أو بسوق فينا وكمان بنشكر بآخر هالحلقة محلة هارس بلو فولا بيوتي لاونج سوزي عقيقة وكمان يا رزق إلى اللقاء.